بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لأن أمثلتنا الشعبية هي منتجنا الوطني ولأنها إرثنا الحضاري ولأنها تجربة إنسانية وقعت في الزمن لأنها كل هذا فإنها استحقت منا أن نتوقف عندها بالدراسة والبحث لنعرف مدى غنى هذا المنتج ومدى صلاحيه هذه التجربه لتستمر معنا في الزمن بعد مضي كل هذه السنوات ايها المشاهدون الكرام ايتها المشاهدات الفضليات السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع حصة أمثلتنا في الميزان نحن نعرض أمثلة الشعبية على ميزان الشرع والعقل لنعرف مدى صلاحية هذه الأمثلة لتكون أيضا ملهمة لنا وموجهة لفئات منا في هذه الحياة هذا المثال الذي سوف نتطرق إليه اليوم يقوله كثير من الناس قال أسلافنا من ذي قبل ولازلنا زلنا نردد معهم في بعض المواقف وفي بعض الأحيان يقولون لي تشوفوا راكب على خشبة قل بروك الفرص أو العود على اختلاف بين المناطق تاع الجزائر فالشرق يقول الفرص في الناحية الغربية نقول العود يعني المثال واضح جدا وبسيط للغايه ولعله ينقل بعض الالعاب التي عرفها الاطفال الجزائريون في زمن مضى وهم وهم انهم احيانا يضعون خشبه بين ارجلهم ويتصورون انهم يمتطون حصانا فيقول هذا المثال هذا يقول الذي تراه بأنه يركب خشبة فقل له مبروك الفرس ولا مبروك العود اي دعه في هذا التصور او دعه بعبارة أخرى في هذا الوهم ولا تتدخل لتبين له بأنه لا يركب فرسا وانما يركب خشبة وشتان بين من يركب خشبة ويركب فرسا هذا المثال يساق أحيانا ليقول للناس لا تتدخلوا في ما لا يعنيكم يعني أحيانا إنسان ربما بعض التجارب السيئة لبعض الناس يحاول أن يتدخل لإصلاح ذات بين يحاول أن يتدخل لتقريب وجهات نظر لإنهاء خصومة لبيان حقيقه من الحقائق لبعض الناس فيحدث ان يصد هذا الانسان ويرد ولا يقبل منه النصح فيقول هذا المثال اياك ان تنصح وتعظ بل اترك الناس على ما هم عليه ومن وجدته يعتقد اعتقادا خاطئا في شيء فاتركه كما هو حقيقة احنا ننظر لهذا المثال من منطلقين اثنين أما المنطلق الأول إذا كان المقصود به عدم التدخل في شؤون الناس وعدم الاطلاع على خصوصيات الناس فلش أن هذا المعنى معنى موجود في الدين والعقل أيضا ينسجم معه فقد احترم الدين خصوصيات الناس ورفض كل معاني التجسس على الاخرين والتحسس حتى لا نطلع على اسرار الله عز وجل اخفاها عنا ورفض منا ان نتجسس على الاخرين ومن اجل هذا شرعت كثير من من الاحكام في الدين كمبدا الاستئذان يعني الانسان اذا اراد ان يدخل الى اي مكان فعليه ان يستاذن فاذا لم يؤذن له فعليه ان يرجع وعليه ان لا يغتاظ بسبب عدم الاذن له كما جاء ذلك وشرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكما تعلمنا نحن منهم فاذا التشريع الاسلامي حاول ان يحافظ على كثير من خصوصيات الناس ولم يقبل من الانسان ان يتدخل في اشياء لا تعنيه وجاء في الحديث المشهور الذي يعرفه كثير من الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اي ان المسلم الذي عرف الاسلام حقا والذي ارتقى فيه مراتب هو ذلك الانسان الذي لا يتدخل في اشياء لا تعنيه أه ولا تفيده في شيء تجد بعض الناس يحاول أن يعرف بعض الأسرار يحاول أن يدخل إلى بعض البيوتات ليستكشف بعض ما خفي منها وهي أشياء الله عز وجل أسبل عليها ستائر الستر فلا ينتهك هذا الستر بأي حال من الأحوال ولأجل هذا رب العالمين حذر من, من من اننا سنحاسب على جوارحنا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اي ان الانسان قد يرى شيئا او يسمع شيئا فيذيعه فيفسد في الناس بين الناس اما بالنميمه او بنقل الكلام ولا بغيرها فعلى الانسان ان ينتبه الى كل هذه المعاني والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في الحديث المشهور من أن تنطلق ألسنتنا بالحديث في كل شيء وقال للصحابي أمسك عليك لسانك فإذا من الناحية هذه نقول نعم إذا كان المقصود عدم تدخل في خصوصية الناس فلا بأس ولكن إذا كان المقصود من المثال أن الإنسان يسكت حتى وهو يرى المنكر والباطل يعني إنسان يشوف راكب يشوف إنسان راكب فوق خشبة ويحسب فيها عود ولا فرس ويقول له تبارك الله عليك ما شاء الله هذا العود هذا زين ولا هذا الفرس هذا ما شاء الله لم أرى مثله فلاش كأنه يشهد شهادة باطل لم يشهد شهادة تحق وقد أمرنا في هذا الدين بأن نؤدي واجب النصح والبلاغ عن رب العالمين وإلا فما هي الفلسفة من إرسال الأنبياء والمرسلين علاش سيد ربي سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين إلى البشرية إلى الناس إلى الأمم وكلما ذهب رسول جاء آخر وربما دعمه الله عز وجل بثاني وثالث حتى يبلغوا كلمة الله لأنهم يريدون أن يظهروا الحقيقة يريدون ان يبلغوا معنى الهدايه ولم يامرهم الله عز وجل بان يسكتوا على المنكر والضلال، بالعكس الساكت عن الحق شيطان اخرس كما علمنا ديننا، واذا فرب العالمين لما يقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا فانه يطلب منهم ان يكونوا ايجابيين في الحياه. أنهم يؤدون المجهود الذي يجعلهم يستنقذون أنفسهم وأهليهم من النار، وفي الحديث المشهور المعروف: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فنحن مطالبون بأن نؤدي واجب النصح، وواجب النصح يقتضي منا أن نقول للناس المخطئين بأنكم أخطأتم في هذا التقدير أخطأتم في هذا الكلام أخطأتم في هذا التصور طبعا باستعمال الأسلوب المناسب واختيار المكان المناسب والعبارة اللائقة كل هذا يجب أن يجتمع حتى يكون الإنسان موفقا وهو يؤدي واجب البلاغ والنصح ولكن أن, أن نجعل الباطل حقاً هذا ليس من قيم الإسلام ولا من شيء من المسلمين والواقع يقول باللي كان الصح وكان الخطأ والعاقل هو الذي يقول بأن هذا حق ويجب أن نتبعه بأن هذا باطل وشر يجب أن نتفادى فإذا هذا المثال يجب أن نذكر بأن عليه تحفظا كبيرا إذا كان المقصود به اللامبالاة وعدم الاهتمام بالناس وتركهم دون نصيحة أو بلاغ فهذا يجب أن يتحفظ عنه فالمسلم وقاف مع الحق ناصح لأوجه البر والخير كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى أن نلتقي مع مثال شعبي آخر من أمثلتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.